اتحاد كرة القدم قال الكاف يعتمد حصول الأهلي على رخصة الأندية المحترفة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين اعتماد الكاف الأندية الأربعة المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وعلى رأسها النادي الأهلي ثم الزمالك وبيراميدز وفيوتشر كأندية حاصلة على رخصة الأندية المحترفة. استاد القاهرة يطالب الاتحاد الكرة بإنهاء المباريات في العاشرة مساء. طلب مسؤول هيئة استاد القاهرة من اتحاد الكرة إنهاء المباريات التي يتم إقامتها على ملعب استاد القاهرة مبكرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. اتحاد كرة القدم بيقول أو سيتم فتح باب القيد للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل. وفيتوريا بيزور فيوتشر وسيراميكا ويجتمع بعلي ماهر وأحمد سامي. زي ما حضراتكم شايفين أن فيتوريا يعني بقاله فترة بيلف الحقيقة على كل الأندية سواء أهلي زمالك بيراميدز اتحاد فاركو لف كثير من الأندية وسيواصل جولته الحقيقة خلال الفترة القادمة.